مسي عليكم بالخير مرة ثانية مشاهدينا أكيد، وحياك الله يا عبير، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا يا مها، الله حييك ويحيي السادة المشاهدين. طبعا يعني حلقتنا اليوم مميزة جدا، راح نتكلم أكيد فيها عن مواضيع كثير، بلس إنه في ثلاثة نجوم رائعين، نجم رياضي ونجمين يمكن نجم شهير وكبير في المسرح وكثير. أنا ما أبغى أحرق مفاجآت، خلينا نتكلم عنها واحدة بواحدة. بس أول موضوع لليوم إن شاء الله راح يكون عندك. أكيد عبير، طبعا من بين معالم الواقع الجديد الذي أفرزته أزمة تفشي وباء كورونا في أنحاء العالم، كان ذلك اختبار قوي جدا لمنصات التواصل المرئي والمسموع لتخفيف وطئه من نشتاق إليهم كالوالدين، خصوصا وأن البعض كان مقصرا في التواصل معهم قبل الحجر المنزلي. فهل سيعيد كورونا ترتيب أولوياتنا مع والدينا؟ وكيف نخفف وطئة التواصل معهم في حال كنا بعيدين عنهم؟ أكيد معانا عبر سكايب الأستاذة فوزية الوقيت، مدربة تربوية ومستشارة أسرية، راح تكلمنا أكثر عن هذا الموضوع. هلا وسهلا، حياك الله أستاذة فوزية. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا فيك. بداية شكرا على مشاركتك أكيد، ويعني هذا الموضوع جدا حساس وأكيد الكثير يمر فيه، سواء يعني كانوا من الناس اللي مقصرين مع أهلهم وأسرهم أو الناس اللي يعني دائما تكون يعني مع الأسرة. فبداية خلينا نعرف كيف الأزمة أثرت على معاملة الأبناء مع والديهم خصوصا. تمام. الحين الأزمة أو الجائحة اللي صابتنا صابت العالم كامل، اللي هو أزمة كورونا. تقريبا الجميع في حالة ذعر وتخوف وقلق. التخوف هذه أو الحالة النفسية اللي صارت سببت أنه الجميع صار شبه منحصر على ذاته والأبناء أو المحيطين حوله. مع خضم الانحصار هذا اللي حنا فيه، صرنا ناسين بعض الجوانب الثانية اللي هي التواصل الأسري الآخر والاجتماعي وخاصة مع الوالدين. يجوز من باب انه احنا نبغى ما نحسسهم بالخوف اللي احنا فيه، فهذا الشيء يمكن هو اللي خلانا نبعد عنهم لحمايتهم، لكن هذا بيأثر عليهم نفسيا اكثر ما يأثر علينا احنا. طبعا اكيد. نعم استاذه فوزيه، يمكن الان الوضع صار شديد على الكل بحكم انه هذا المنع جاء يمكن اوكي في مصلحتنا، ولكن بعدنا كثير عن الاهل. لما نتكلم عن الاشخاص اللي كانوا اوريدي مقصرين في حق الوالدين من قبل هذه الازمه، الان هل تعتقدي او باعتقادك انه ممكن كورونا يعيد ترتيب اولوياتهم؟ صحيح. عن واقع أنا عن نفسي كنت للأسف يمكن ما شفت أهلي وقرايبي من تقريبا شهر، فخلاني نفس كورونا أنه أحط ترتيب أولويات، أنه هذه تقليل الزيارات بسبب العمل والجهد اللي حنا فيه والمهام العملية خليناها تقريبا هي أولوياتنا أكثر من أهالينا. فأحس أنه فعلا لها إيجابيات هذه أزمة كورونا، أنها راح ترتب أولوياتنا فعلا. بدل ما نهتم بالمواد العملية بالمهام العملية عفوا بالكماليات الأخرى، أتوقع الآن بتعلمنا إيش هي الأولويات خاصة مع أهالينا وأقاربنا وصلة الأرحام. أكيد سادة فوزية، يعني لا شك الأسرة 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 دائما هي تبقى الأهم، ودائما كانت الأهم وستبقى الأهم يعني في الدعم المعنوي والنفسي عشان الواحد يحقق يعني الأشياء اللي يبغاها في حياته وأهدافه. ففعلا يعني من غير أسرنا إحنا يعني ولا شيء فعليا، وهذا كلام يعني واقعي. فأستاذة فوزية خلينا شوي نتكلم عن كبار السن، خصوصا الأم الأب الجدان بشكل عام، يعني نعرف أنهم حساسين خصوصا في الأزمة هذه، يعني ما يتقبلون الأخبار زي ما إحنا نتقبلها، يمكن إحنا شوي يكون عندنا تقبل أكثر ما أننا مطلعين أكثر ممكن نكون، لكن نبغى الأساليب سادة فوزية اللي تساعد أننا نطمنهم بالرغم من الأخبار ممكن تكون أكثر شيء تكون سلبية، فإحنا نبغى نطمنهم شلون؟
صحيح، انت جيتي على الوتر الحساس. احنا مراحل الانسان تنقسم الى 5 مراحل، وهذه ياخذونها حتى في الدراسات في الطلاب والطالبات. عندنا مرحله الطفوله والمراهقه والشباب والرشد، وبعد كذا الشيخوخه. المرحله اللي هي مرحله الشيخوخه هي المرحله اللي احنا نسميها الهبوط العام لجميع الوظائف الفسيولوجية والفيزيائية والكيميائية. في هذه المرحلة لابد يعني جميع الوظائف البيولوجية اللي في الجسم تكون شبه منتهية، فبالتالي احنا لازم نراعي هذا الجانب لأنه حيأثر نفسيا عليهم. بالتالي تلاقينهم دائما كثير الحساسية، تلاقينهم دائما زعلانين، دائما يتشرهون. المشكلة ان احنا نفهم التشرب هذا انه يو ثقلتوا علينا، ما يعرفون انه هو من باب انه احنا محتاجين تعزيز لما ينقصنا. عشان كذا هذه من اهم الاشياء اللي يعرفونها، انه لازم الطلاب يعرفون ايش المراحل اللي يمر فيها الانسان عشان يعرف كيف يتعامل مع كبار السن. كبار السن يحتاجون التواصل المباشر أكثر من أي تواصل آخر لتعويض ما يحتاجون، لأنه الإنسان بشكل عام سواء كبار سن أو غيره اجتماعي بطبعه. هذه الأساسية التي ورثت للجميع، جميع البشرية. فبالتالي أكثر ما ينقص كبار السن في هذه المرحلة تلاقين عندهم الاعتزال أو الاغتراب الاجتماعي. معنى إيش؟ معناته حاس أنه منبوذ من الناس، فبالتالي دائما يبحث عن الآخرين أنه تعالوا لي تواصلوا معي، فنلاقيه دائما كثير التشرب بهذا الموضوع. هو مو باب التشرب بقدر ما هو يحتاج للتعزيز. بس ابي افهم الناس انه اغلبيه التواصل، احنا كنا تواصلنا دائما مستخدمين السوشيال ميديا والواتس والرسائل، هذه كلها تصنيفات التواصل، تصنيفين اما لفظي او غير لفظي. اللفظي اللي احنا قاعدين نستخدمه عن طريق الواتساب، الايميلات، الرسائل، اسناب الصور، هذه جميعها تعتبر لفظية. نسبة التعامل فيها فقط او وصول الرسالة اللي احنا بنوصلها للاخر فقط 7%، بقية 93% في التواصل الغير لفظي اللي هو يعتمد على لغة الجسد والصوت. لذلك احنا نعتمد كثير أو يفضل على الجميع، خاصة في هذه الجائحة الله يرفعها عن الجميع، أنه لابد تواصلنا مع الآخرين، خاصة أولياء الأمور، آباءنا، أمهاتنا، أجدادنا، أخواننا، مو شرط حتى أخوي، يعني حتى أخي لازم أنا أتواصل معه. صح. الكبير دائما هو اللي له الحق أستاذة فوزية، يعني إحنا دائما نقول الكبير هو اللي له الحق أنه إحنا نسأل وندور، حتى لو كان أخت أو أخ أو أخو أو أيا كان. ففعلا فعلا حتى في ديننا أن الصغير يسلم على الكبير. صحيح. فبالتالي هي الكبير هي الصف الأساسي اللي لابد لها التقدير. نعم. مهما كان التعامل عشان أوصل الرسالة أفضل. نعم. طريقة هي طريقتين، لغة الجسد نسبتها 55% والتواصل الصوتي 38%. طيب أستاذة فوزية عذرا، ولكن في ظل الظروف اللي احنا فيها الآن، يعني بوجهة نظرك كيف نقدر يكون التواصل معاهم بحيث انه نحسسهم بالقرب منهم، بالإضافة انه نكون دايم معاهم؟ اذا كان يعني الأب يعني بعيد عن أبنائه، مثلا هو في مدينة وهم في مدينة ثانية. نعم صحيح. كأنكم أنتم يوم أرسلتوا لي أمس الله يعطيكم العافية عن الإعداد عن البرنامج، كأنكم عارفين أن قبل يومين كنت منزلة في سناب أنه جميل أن نتواصل مع أهالينا لو بصوت، وفعلا أنا أخذت لستة وقعدت أكلمهم يوم الخميس. فالتواصل الصوتي فعلا من أهم الأشياء اللي ممكن تخفف حدة البعد هذا أو تأثيره. من الجميل في خلال هذه المحادثات أنك أنت بس تقول له أنا متصل عليك عشان أبي أطمن عليك، بعد كذا خليه يسترسل، لأنه هذا في هذا الزمن هو أساسا مكبوت من كل شيء، منحصر في كل شيء، فإحنا نبغى نرسل له إشارات
استقرار النفسي اللي هو فيه، فنخليه يكمل ان شاء الله. يكيد معايا على على الجوال ساعه، ما عندي مشكله. اهم شيء ارسل له رساله انه انت بخير واحنا بخير. صحيح. يعني السادة فوزية لقيت، أنا أشكر لك هذه المداخلة، وشكرا لك على بعض المعلومات اللي ممكن تخفف برضو من وطأة هذا البعد. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. مشاهدينا هنطلع فاصل ومكملين معكم.